ريبلاي نحكيو على قرار اللجنة الأولمبية البارح تعليق نشاط رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري. معنا كان باش يكون معنا بالتليفون سيد محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية موجود معنا منال ولا باهي لو كان نجمو نعاودو نتصلو به. باهي سيد محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية كان باش يكون معنا بالتليفون نحاولو نعاودو نتصلو به من جديد للتعليق على الديسيزيون هذا. أكيد بوليميك كبير عملها الديسيزيون هذا من اللجنة الأولمبية تعليق نشاط وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. توا ناخذ أكثر تفاصيل من عند السيد محرز بوصيان. شفنا عديد التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، عديد المواقف تبينت الآراء بخصوص الموضوع هذا. هم موجود معنا السيد محرز بوصيان. سي محرز أهلا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك وبالساده المستمعين. مرحبا بك سي محرز. دونك كما كنت نحكي سي محرز، عمل شويه الجدل الديسيزيون اللي خذيتوه هذا بتعليق نشاط رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم السيد وديع الجري. اول حاجه لو كان تحطنا في الاطار تعطينا تحكي لنا اكثر على الديسيزيون هذا، شنو هما الدفعات اللي خذيتوا عليها الديسيزيون هذا؟ الله يبارك. اولا شيء لازم تعرفوه انه القرار اللي صدر البارح هذاك النص نتاع القرار، معناها سي لو ديسبوزيتيف ما هوش الحيثيات نتاع القرار. الموتيفاسيون خاطر تعرف قرار ينجم يكون في 15 في 20 صفحه معناها باش تبين فيه الحيثيات والاسباب وعلاش. البارح بما انها الهيئه استمعت، بما انها استمعت للصرافه، بما انها تلقات معناها الدفعات نتاع الطرفين، سواء الدفعات نتاع سيد وديع الجري او الدفعات نتاع الشاكيه جمعيه الهلال الرياضي الشابي، بطبيعه الحال اختلات بعد ما استمعت للمرافعات، اختلات الهيئه باش تداول في الملف وتفرجت على كل معناها لي سيكونس اللي جاونا والبرنامج نتاع التاسعه والبرنامج نتاع يفهم وكل الحجاج والوثائق اللي موجوده في الملف وتفاوضت. والهيئه التنفيذيه باجماع كافه الاعضاء نتاعها معناها صرحوا باختصاص الهيئه للتعهد بالملف والبت فيه. وانا ريت بعض التعليق الحقيقه، خاطر ثم تعليق تصير على حسن نيه لانه انسان ما يعرفش وما يفهمش القانون، لكن نستغرب كيفاش تصريحات يعني وتعليق تصدر على اهل الاختصاص معناها محامين ومرات يقولوا لي هم مختصين في القانون الرياضي ويقولوا لي اللجنه الوطنيه الاولمبيه ما هيش مختصه بحمايه القيم الاولمبيه. باهي النقطه الاولى في البلاغ نتاعكم سي محرز الاختصاص اللي كنت تحكي عليه انت، اول نقطه أيه؟ كانت التصريح باختصاص اللجنه البت في الملف هذا وذلك باجماع كل الحاضرين. باهي واختصاصنا راهو مبني على اسس قانونية. أولا احنا يعني المسؤولين، اللجنة الأولمبية هي المسؤولة على حماية القيم الأولمبية في التيريتوار ناسيونال تونيزيان كور بموجب الشارت الأولمبيك، وثم احنا ينطبق علينا مجلة القيم تاع اللجنة الدولية الأولمبية. ثم نوعين، إما تكون أنت عندك مجلة قيم خاصة بك وإلا تطلب من اللجنة الدولية الأولمبية أنه مجلة القيم تاع اللجنة الدولية الأولمبية تكون منطبقة على يعني الحركة الأولمبية الوطنية نتاعك، وهذا شيء موجود في الشارت الأولمبيك وموجود في مجلة القيم تاع اللجنة الدولية الأولمبية، ومعناها من حق كل يعني لجنة أولمبية وطنية باش تطلب هذا، واحنا بالتالي ينطبق علينا هذا. ذاك علاش ثم ناس تقول مش مختصة خاطر ما عندهاش مجلة وما عندهاش سلم، لا احنا عندنا مجلة قيم تاع اللجنة الدولية الأولمبية وعندنا السلم فيها، واللي هي تقول لك حتى مجلتك الوطنية لازم تكون مطابقة لمجلة القيم نتاع اللجنة الدولية الأولمبية. هذا من حيث الاختصاص. ثم احنا ما دخلناش مثلا في مثلا نتاع كورة، احنا وقت اللي جاتنا هلال الشابة وشكات قالت راني تعاقبت وكذا وكذا، قلنا لها لا احنا ماناش رانا درجة من التقاضي باش نقولوا لك صحيح ولا غلط، لازمك تمشي للجهة المختصة اللي هي حسب قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم، واحنا نحترموا قوانينها اللي هي التاس. وهذا شيء حبوه الجمعيات وهزوا له الورقة الخضراء وطالبوا به، وتعرفوا اللي اللجنه الاولمبيه عرضت هذا في 2015 لانها كانت تعرف المصايب هذه بتصير. باهي، ولكن الجمعيات زادت تحمل المسؤوليه نتاعها. اذا اختصاصنا ثابت وبصفه قانونيه. اثنين، احنا باجماع الاعضاء الحاضرين معناها تاكدوا بعد ما درس الملف، بعد ما شافوا كل شيء، وانه السيد وديع الجري رئيس اللجنه، رئيس جامعه كره القدم، خرق
القيم الأولمبية. باهي، وين الخرق بالضبط سي محرز؟ خرق للقيم الأولمبية بطبيعة الحال هذا كله باش يكون محل تحديث ومحل قرار، ولكن نعطيكم القرار نتاع لجنة القيم اللي هي لجنة مستقلة ولجنة منتخبة كيفنا احنا، ويرأسها نائب رئيس الأول لمحكمة التعقيم معناها في أعلى الهرم، وزوز أعضاء اللي معاه زوز أساتذة في القانون يدرسوا القانون الرياضي في الجامعة التونسية معناها في الكلية، معناها شافوا وشفنا اللي السيد وديع الجري قد خرق القيم الأولمبية بالتصريحات نتاعو بالتصرف، وذلك بخرق مبدأ عدم التمييز، هو ميز على أساس جاوي وعلى أساس الطبقية الاجتماعية، وهذا شيء معناها محرم وتعاقب عليه بشدة سواء اللجنة الدولية الأولمبية أو حتى الفيفا وقانونها الأساسي ومجلة القيم بتاع الفيفا موجودة وقائمة، وهذا كله باش يتذكر ويعاقب عليه النظام الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية. ثم الشيء الثاني أنه صارت نوع من الدعوة إلى التجيش وإلى العنف، نجيب جماعتي وتجيب جماعتك وأنا من غادي وأنت من هنا، وإحنا نعرفوا اللي الرياضة المفروض توحد وما تفرقش، تقرب وما تبعدش، تحبب وما تكرهش، لكن هذه كانت الرسالة العكسية هي اللي أعطاها السيد وديع الجري حسب لجنة القيم وحسب إجماع، ديما نأكد على هذه، إجماع أعضاء الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية. والخرق الثالث للقيم هو خرق واجب الاحترام، تعرفوا اللي انتم تم ثلاثة ركائز للقيم في القيم الأولمبية اللي هي لو ريسبي اللي هي لاميتي وكذلك الاكسيلونس. معناها ريسبي ما كان حتى ريسبي لشخصيات رياضية كبيرة ومسؤولين كبار، منهم اثنين رؤساء جامعة سابقين لجامعة كرة القدم، منهم زوز رؤساء نوادي كبرى، وانا بنقول نوادي رياضية محترمة، ما عنديش كبير ولا صغير، الكل على قدم المستويات عنا، وكذلك لي معناها شخصية رياضية متواجدة كذلك في الهياكل الدولية، واستعمل هذا على أساس البرجوازية واللي عنده الفلوس واللي ما عندهش الفلوس، وتعرض حتى لأملاك، و يعني انتم ما تفرجتوا واحنا تفرجنا. هذا الكل يشكل خرق للقيم الأولمبية اللي هي مأسسة عليها الرياضة، وهذا شيء لا تنجم تتسامح فيه اللجنة الوطنية الأولمبية، ولا تنجم تتسامح فيه اللجنة الدولية الأولمبية، ولا تنجم تتسامح فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم. النقطة الأخيرة، بعثتوا سماحة الاتحاد الدولي لكرة القدم هكا؟ كيفاش؟ راسلتوا الاتحاد الدولي لكرة القدم حسب ما جاي في النقطة الأخيرة من البلاغ؟ لا مازال، احنا على أساس هذايا معناها وقت اللي أكدنا وأنه خرق معناها بإجماع الأعضاء كذلك باستثناء عضو واحد تلبى عقوبة أخف، بس يعني بإجماع الأعضاء قرروا باش يكون تجميد يعني وتعليق النشاط الرياضي الأولمبي. هنا يلزمني نبين حاجة تفهمها العباد، ثم برشا خلط ما هماش فاهمينه، باش نفسر، ثم خلط ما هماش فاهمينه، وإحنا قلنا تعليق النشاط الرياضي الأولمبي للسيد وديع الجري كرئيس للجامعة التونسية لكرة القدم، وتجميده وحرمانه من كل اعتماد، كلمة اعتماد في لاكريديتاسيون، في علاقة بذلك النشاط لمدة 4 سنوات بداية من تاريخ صدور هذا القرار في 5 جانفي 2021، وهذا تم بأغلبية كافة الأعضاء الحاضرين باستثناء عضو واحد قال معكم في العقوبة ولكن ماذا بينا تكون أخف. إيش معنى تجميد النشاط؟ ما معنى تجميد النشاط سي محرز؟ إيش معنى تجميد النشاط؟ يلزمكم تفهموا حاجة، وأنه الحركة الرياضية والأولمبية في العالم المسؤول الأول عليها واللي ينظمها هي اللجنة الدولية الأولمبية السيو. السيو هذه من شكون تتكون؟ تتكون من الاتحادات الدولية الرياضية بما فيها من الفيفا، وإلى جانب الاتحادات الدولية ثم اللجان الوطنية الأولمبية في كل بلدان العالم. هذا من زوج مكونات نتاع اللجنة الدولية الأولمبية. الاتحادات الدولية هذه بطبيعة الحال كل اتحاد دولي في مجال اختصاصه عنده جامعة وطنية في بلاد معينة. إذا تلقى جامعة الجمباز، الجيدو، كرة القدم، التنة صغيرة اللي هما تابعين الاتحادات الدولية في الاختصاص هذا. لكن في كل بلاد ما تلقى كان لجنة وطنية أولمبية واحدة. شنو دورها اللجنة الوطنية الأولمبية واحدة؟ هذيك هي الفيزافي، هي المخاطب الرسمي للجنة الدولية الأولمبية، وهي كذلك المخاطب الرسمي للاتحادات الدولية الرياضية.
هك الجامعات الوطنية هذيك عندها علاقة مزدوجة، عندها علاقة مع الاتحاد الدولي اللي هي مخرطة فيه ومن ضوية تحته وملزمة باش تشارك في التظاهرات نتاعو، كي ناخذوا كرة القدم نقولوا الكوب دي موند، نقولوا للموبايل يعني المنافسات اللي تعملها الكاف كونفدراسيون افريكان دو فوتبول، كيما تشامبيونز ليغ وغيره، وكذلك حضور الجامعة عن طريق رئيسة في المؤتمرات والجمعيات العمومية نتاع الهياكل الذي، وقت يتعلق الأمر بألعاب متعددة الاختصاصات، هذا نحكيه على الاتحاد الدولي في حدود اللعبة نتاعو فقط. هذه كينظمها الاتحاد الدولي عن طريق الاتحادات الوطنية والكونفدراليات الإفريقية، وذيك اللجنة الأولمبية ما عندهاش فيها الدخل. بينما التظاهرات متعددة الاختصاصات واللي هي عديدة واللي ملزمة كل جامعة وطنية باش تشارك في منافساتها وفي ترشحاتها بطبيعة الحال حسب سياسة الدولة متاعها اللي هي تحت مسؤولية اللجنة الأولمبية. شنو هي يا سيدي؟ هي الألعاب الأولمبية، الألعاب الأولمبية للشباب، الألعاب الإفريقية، الألعاب الإفريقية للشباب، الألعاب العربية، الألعاب المتوسطية لجوميديترانيا، الألعاب الإسلامية، الألعاب الشاطئية كما جبناها ل 2023 اللي هي معناها بيتش فوتبول بيتش فوت. كل هذه التظاهرات تحت إشراف اللجنة الأولمبية، وبالتالي الجامعة تكون حاضرة عن طريق ممثلها القانوني رئيس. احنا ما تعديناش على اختصاص الفيفا او غيرها، احنا خذينا قرارنا في حدود مجال اختصاصنا، وهذا بطبيعة الحال احنا ماناش ناس ما نعرفوش حدودنا، نعرف حدودنا ونعرف القانون وعلاقتنا باللجنة الدولية الأولمبية وبالاتحادات الدولية علاقة متميزة يعرفها الخاص والعام. حكمنا وقررنا في خصوص مجال اختصاصنا بتعليق نشاط السيد وديع الجري في كل ما له علاقة بهذه التظاهرات الرياضية الدولية، ما نجمش يخص فيها اعتماد وما عندوش حق يمثل جماعة كرة القدم. يعني بالنسبة للحركة الأولمبية الوطنية رئيس السيد وديع الجري لمدة 4 سنوات ليس له الحق في أن يتكلم باسم الجامعة أو يمثلها في جلسة عامة أو يمثلها في إحدى هذه التظاهرات اللي كنت نعدد فيها. لكن الجامعة حاضرة والرياضة كرة القدم حاضرة، ولكن الجامعة تكون ممثلة من طرف آخر. واضح باهي. عندنا ملفات أخرين. رئيس الجامعة وديع الجري كان اللي الناس تقول أنا ريت بعض التعليق ولا ما عنده، لا لا لا، الفيفا عندها خدمتها وإحنا عندنا خدمتنا. الجامعة كما منخرطة في الفيفا منخرطة في اللجنة الأولمبية ومنخرطة انخراط وجوبي. سمعت كلام يقولوا عندها عام ونص مجمدة عضويتها، مش صحيح. الجامعة موجودة عضوة في اللجنة الأولمبية وما عندهاش الحق يتجمد. باهي سمحنا تسمع فيا. وديع الجري رئيس الجامعة يقول في تدوينة لي على صفحته في فيسبوك انه تلقى مراسلات من الاتحاد الافريقي الكاف تاريخ 23 نوفمبر 2020 و8 ديسمبر 2020 من الاتحاد الدولي، اكدوا انه الديسيزيون هذا ما عنده حتى تداعيات قانونية على الديسيزيون تاع اللجنة الأولمبية. لا لا، نعرف المضمون نتاع الديسيزيون ومطلع عليه. يقول لك القرار نتاع اللجنة الأولمبية ما عنده حتى تداعيات ما دام ما شافوش الملف على تمثيلية السيد وديع الجري بارابور للفيفا ولهياكل الفيفا، معناها في حدود كرة القدم غاد. وانا قلت لك قرارنا معناها العقوبة تتعلق بالسيد وديع الجري في كل ما له علاقة باش بالحركة الأولمبية وكل التظاهرات الأولمبية. معناها فقط مثلا باريس 2024 لو يترشح الفريق الوطني، فهمتك، ايه، ونتمنى له هذا للألعاب الأولمبية، السيد وديع الجري ما عندوش الحق يكون أكريديتي ويمثل الجامعة في الألعاب الأولمبية وفي غيرها من الألعاب اللي كنت نذكر فيها. معناها فقط ما يخش اعتماد، هذا التأثير كهو فقط وما ينشطش عنها بطبيعة الحال، ما ينجمش يمثلها، مش هذاك ما ينقص. احنا ما عاقبناش الجامعة، احنا ما عاقبناش الفريق الوطني، احنا ما عاقبناش رياضة كرة القدم. احنا ثم شخص اللي هو رئيس الجامعة للأسف نقول وذا ونتألم وانا نقول فيه خرق القيم الأولمبية ورفض حتى الاعتذار، لأن أعطاته فرصة لجنة القيم باش تعرفوا لجنة مستقلة، ودائما احنا غايتنا مش العقاب، احنا غايتنا الإصلاح. أعطيناه حتى فرصة للاعتذار ولكن ركب سهوة فرسه ورفض حتى
الاعتذار. الناس الكل ورفضوا بطريقة زايد واحد باش يعلق عليه. الناس الكل تعرف الخلاف المعلم بينك وبين السيد وديع الجريء، يقال كأنك استغليت الفرصة هذه وانقضيت عليها الخلاف مع الشابة. ما يسالش والله 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 نجاوبك نجاوبك. أولا لو أنا انقضيت عليها ولا حاشي بها ما تنساوش قداش تعرضت اللجنة الأولمبية وحتى لشخصي معناها من اتهامات وكلام غير لائق في 2015 وقت اللي نصحنا، نقول نصحنا ونأكد على ذلك السيد وديع الجريء بعدم الخروج من منظومة التحكيم الوطني الرياضي، وقلنا رأي البلاوي الكل باش تجي من وراء القرار هذا وكم عايشين وتشوفوا فيها. اليوم لو كانت جات المحكمة الرياضية في تونس مختصة بالنظر مثلا في نزاع الشابة مثلا وقالت لا الشابة ما عندهاش الحق والجامعة هي اللي عندها الحق. يعطيك الصحة، شكرا لك سماحة الزابوسيين على تدخلك معنا بخصوص قضية تجميد وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. أثمن مادة في فلاش بوست.